مهم جدا اللي انت اتكلمت فيه ايهاب، لان انت فصلت في موضوعات كنت بتكلم فيها في الانترو، فكره التدريبات وفكره كمان المعلومات بخصوص فايلر. ده الملف اللي ممكن الناس تتناقش فيه وتجيب فيه معلومه، فكره التجديد، فكره تمام. الصفقات غير مطروحه، لان لسه الراجل. وبعدين في نقطه كمان متعلقه بفتره القيد، انت مش عارف لسه الموسم هيخلص امتى، وبعد 6 شهور ايه اللي هيحصل. عشان كده النادي الاهلي كان خاطب هيدرس فيلد، يعني رمضان صبحي الامور وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي، ان احنا ممتدين لبدايه المنتخب. بتثبت كلامك، بتثبت كلامك بالظبط. برضو اي لعيب موجود في النادي الاهلي الفتره اللي جايه، الموسم هيبقى موسم ممتد. فبالتالي هنا بقى دور اللجنه الخماسيه تبدا تشتغل، زي ما الاتحاد التونسي حط مواعيد. هو ده بقى، لانه واضح جدا يا محمد، وانا عندي كميه تفاؤل في ظل كل الظروف اللي احنا فيها، ان المواسم هتكتمل في معظم انحاء العالم، باذن الله. هتكتمل بفضل الله في معظم انحاء العالم، وهقول لك ليه. طيب لو بدانا من الدوري الايطالي مثلا، وزير الشباب والرياضه الايطالي طلع بيان واوضح فيه بالنص، قال يا جماعه احنا ملتزمين في الرياضه بالحظر الاخير اللي هو لغايه 2 مايو في ايطاليا، تمام، وان احنا هنرجع بعدها التدريبات. الرساله دي مهمه جدا، ما قالش انه هنشوف اعلن ميعاد تاني. عوده التدريبات الرياضيه وعوده اللعيبه للتدريبات والرياضيين في شهر مايو. دي نقطه خطيره جدا لما يبقى وزير الشباب والرياضه الايطالي راجع يقول لك انا هبدا اشتغل واتحرك في الوقت ده، يبقى دي حاجه تؤكدها الإدارة الرياضية الألمانية اللي أعلنت يوم 9 مايو، ده يوم أهو مظبوط 9 مايو ترجع التدريبات كاملة والمباريات تبدأ من 9 مايو. حلو؟ تمام. فإحنا كده مايو إن شاء الله يكون كلمة السر لأوروبا، الوباء منتشر، الموضوع مظبوط، هم شايفين التراك رايح فين، ابتدوا يحطوا مواعيد على رؤية علمية. فبالتالي إيطاليا اللي فيها الموضوع ده كله بتقول لك أنا راجعة في شهر مايو بعد ما يخلص الحظر النهائي في 2 مايو ابدا اشتغل. تمام. المانيا بتقولك 9 يبقى عندي مباريات، وتحديدا كمان في بيان وزير الرياضه الايطالي قال انا لما اشتغل ارجع اتدرب في مايو يبقى انا في شهر 6 بالكتير ابدا اعيد النشاط بتاعي بالشكل الكامل. الادعى للتفاؤل كمان هيبقى الدوري التايواني. الدوري التايواني؟ تايواني اللي هو اقرب حاجه للصين. تمام. في نفس الاداره والمحيط وكل حاجه. هيشتغل بكره رسمي، بكره الدوري التايواني هيستأنف وهتبقى أول مباراة في بكره رسمية. الأمور التانية، كلوب بروج ده النادي البلجيكي اللي أعلن الاتحاد البلجيكي إن هو هيكون بطل، اللي هو هيكون بطل. الاتحاد الأوروبي قال لهم لأ مش هيبقى بطل. ليه يا جماعة؟ قالوا لهم عشان لو احنا اعترفنا بيكم كده ده اعتراف ضمني إن احنا مش هنكمل الدوريات، وإحنا متمسكين باستئناف الدوريات، اننا نكمل الدوريات ولغينا كل المواعيد عشان تكملوا الدوريات. فبالتالي جه خطاب من الاتحاد الاوروبي للاتحاد البلجيكي بعدم اعتماد بطل الدوري واستمرار استكمال المنافسه. طيب لو الاتحاد البلجيكي اعتمد الكلام بتاعه هيبقى في عدم مشاركه الانديه البلجيكيه في بطوله دوري ابطال اوروبا او البطولات الاوروبيه السنه الجايه، واضحه وصريحه. فكده في اصرار ان الناس تكمل. تمام. كده الناس عايزه الدوريات تكمل، عشان اي حد يقول لك اصل الدوريات لا. انت شايف احنا كده عندنا حاله من التفاؤل المره دي، في الحلقه دي عندنا حاله من التفاؤل، في الحلقه دي في شغل في اوروبا ماشي في سكه ان انت في مايو في تدريبات في مباريات. تايوان هتبدا تشتغل من بكره. الاتحاد الاوروبي بيقول لي بلجيكا ما فيش حاجه اسمها الدوري خلص، لا ده احنا لسه هنكمل. وتوصيات الفيفا معناها ان الموسم مستكمل حتى نهايه ديسمبر. حلو جدا، لانه قال لك لو فترات القيد تدخلت مع بعضها الاولويه للموسم طبعا الاول. طبعا. فكده انت واضح جدا جدا السياسه العالميه الرياضيه ماشيه في تراك مش هتعرف تخرج عنه، وان كله بيكمل انك تشتغل. فدي حاجه بصراحه عامله للواحد من امبارح وانا بجهز النهارده قبل ما اجي حاله من التفاؤل، لان كده هي كلها مبنيه على الجانب الطبي. مظبوط. ومبنيه على انحصار الوباء. فخلاص انت شايف الدنيا ماشيه ازاي، فانك ابتديت تحط شهر مايو ده كويس جدا، ايطاليا تحدد شهر مايو كويس جدا، المانيا تقول لك يوم 9 كويس جدا. بعد بقى الدوري الانجليزي لسه ما ظهرش فيه حاجه، لان هم مشكلتهم اكتر في قصه اقتصاديات الرياضه. بمعنى ان كل لعيب فيهم وكل فرقه النهارده بتهدد، 4 فرق ابتدوا يقولوا يا جماعه اللعيب
اللي مش هيتنازل عن 30% هيتم تسريحه. اللعيب اللي مش هينازل بخاطره كده عن 30% من مستحقاته هيتم تسريحه، وعايزين ياخدوا موافقه من الاتحاد الانجليزي على هذا القرار. يا طبعا خلي بالك انت بتحط الامور خلاص. ما هو النهارده بيقول لك ايه، انا هم ساوثهامبتون بس اللي لعيبتهم طلعوا وقالوا خلاص يا جماعه احنا 30، بقيه الفرق لسه في كلام. فبعض الفرق الادارات ابتدت تشتغل، يا جماعه احنا نبعت للاتحاد نكلمه نقول له ان احنا لعيبتنا 30% والاتحاد نفسه يدينا القوه ان لو اللعيب ما التزمش معانا باي باي. بمناسبه حديثك عن 30% والنسب، توني كروس في ريال مدريد عامل ازمه كبيره، الرافض طبعا الرافض القطعي لدرجه حتى لما الصحافه الاسبانيه كتبت قالت خلاص توني كروز في الريال رافض والكل وافق، اتحط في وش المدفع طبعًا مع الجماهير طبعًا. فبقى الكل يقول لك ده انت عايش في اسبانيا ومستفيد بفلوس الفرق أيوة الاسبانيه، هتطلع له كل حاجه بالظبط. وانا شايف برضو انه مش من الذكاء يعني مش هتفرق يعني، بس لا خلاص كل لعيب له تفكير، لكن في الاخر النظام هيمشي على الكل، النظام هيمشي على الكل، هتقول اللي انت عايزه في الاخر هيطلع سيستم يتعمل بس. فده ميزه بقى هنا في الدوري الانجليزي، الانديه قالت لك انا ما اخشش اخبط مع لعيبه، لعيبه خبطوا معايا والرعاه والدنيا، انا اروح للاتحاد اعمل لي حاجه، اللعيب اللي مش هيلتزم معايا تبقى انت مديني الحق اقول له مع السلامه. تمام. فالامور الفتره الجايه هيبقى فيها عدد من التطورات وعدد من الشكل الايجابي يا محمد، يعني احنا انا شايف ان الدنيا ماشيه بشكل ايجابي اكتر، وشايف ان الدنيا ماشيه بشكل طالما الناس بتشتغل هتلاقي معلومات وهتلاقي قرارات وهتلاقي ايجابيات الفتره اللي جايه، لكن انت في مصر للاسف الوضع هولد، ما حدش عارف حتى رقم، لو في خساره ماليه انت ما عندكش رقم تقدر تتكلم فيه. لو عايز تتكلم في لعيب عقده ينتهي مثلا 30/6، اللعيب نفسه مش عارف موقفه ايه لغايه دلوقتي. يعني انت قلت لي مثلا النادي الاهلي، قلت لي خبر النادي الاهلي اتكلم مع نادي هيدرسفيلد عشان موضوع اللاعب المعار، لان انت عندك طرف خارجي فبتتكلم معاه، لكن انت دلوقتي لو عندك لعيب عقده بينتهي، الاتحاد التونسي قال لك لو الموسم استؤنف وكملنا والعقد او الموسم لسه ما خلصش على 30 نوفمبر، لا اللاعب اخره 30 نوفمبر. عارف انت ايه، شاف مصلحه النادي واللاعب. وعايز اقول لك حاجه، وانه في الفتره الجايه لو لقى ان الامور ماشيه بشكل معين هيعدل، بس هو بيرمي لمسافه خلاص وفقا للاطار الدولي، هو شايف الدنيا رايحه فين وجايه منين.